المتابعين ديالنا كملوا لنا الفيديو جزاكم الله فضل ليس امرا، والمتابعين ديالك احترام فشات وزينات ورائعات وخاصنا فشوهم وخاصنا الله يسهل عليهم. تبعوا لنا الفيديو حتى الاخر وديروا جيم وديروا جيم وما تنساوش هذه على البدايه ديالو والنهايه حتى الاخر. السلام عليكم المتبعات ديالي، كديرين ياك لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحة؟ المتبعات ديالي الأوفية العزاز الغالي الحباب ديالي العائلة الثانية ديالي، كديرين؟ تحية للميمات ديالنا والتحية للآباء ديالنا، أش تعودوا؟ مرحبا بالمتبعين الأوفية وبالجداد اللي دخلوا، كل شيء مرحبا به. ونطلبكم فضل ليس أمرا، اللي دخل الفيديو يتبعوا تالخر وديروا لي جيم وديروا جيم. انا بغيت نشارك معكم واحد مهم فلو، ماشي هو ماشي فلو ولكن عيب حال فلو. هاد الكواخ هذا هذه تيجي بحال الجبن، تندير كيس ونص. سمعتيني المتبعات ديالي؟ ها هو طاو معايا، بسم الله على بركه الله. دابا وتنزرب باغا باش نمشي نجيب ولدي من المدرسه. ها هو هذا النص كيس الاول، تجي غزاله ما شاء الله. تنديرها بوسطري انا من ورا الماكله، واصلا ولدي تيبغيها. ايوا ما بقينا لحنا والو صافي، والله الا مرضنا ملي شلنا ديك داك الولد زهير الله يرحمه ووسع عليه ضيقة القبور، ديك الموتى البشيعة اللي يبان فيها. هانتوما كيس ونص المتبعات ديالي، تحركوه واحد الشوية هاكا باش شوية سكر، جوج معلقة صغارات حيت المهم السكر انا ما ناوياش نشلي. ها هما جوج معلقة صغارات. ها هو المتبعات ديالنا، هاد الفلو هذا وجدناه. تندير فيه الزبيب من فوق هاد الكيسان، تيجي ما شاء الله تيجي غزال والله الا تنزرب نزرب نزرب باش نمشي نجيب ولدي. ها هو غيجيني في ربعه الكيسان ما شاء الله، بسم الله على بركه الله. صافي عاد تنبردو تنحطو تيبرد مزيان صافي، وعاد تنزين عليه من الفوق بشي فريز بشي شي حاجه هكا بحب الملوك باي حاجه باي طريقه تنزين واحد الزين غزال تيجي. انا غادي نخلي الحليب يبرد ونشاركو معاكم. ما شاء الله طلبكم ديروه المتبعات ديالي غزال تيجي. هانتوما المتبعين ديالي، ها هو داك الجبن كيفاش جا، بحال فلو بحال فلان بحال الجبن بحال جا غزال ورائع، ونتمناكم ديروه المتبعات ديالي. يلا بسلامة عليكم.